خلينا نروح لفقرة مهمة جدا من ضمن فقرات برنامج الترند، وهي فقرة ترند أونلاين. وهيكون معانا عبر سكايب المهندس سيد فاروق المستشار التقني السابق لنادي مانشستر يونايتد، ونتكلم معاه في بعض الجوانب التحليلية والرقمية الخاصة بمباراة الأمس ما بين الأهلي والوداد عقب تأهل النادي الأهلي. يا باش مهندس مساء الخير عليك، منورنا. سمعنا يا باشمهندس، مساء الخير. حضرتك بكل تأكيد مفيش أي مشاكل، أنا سامع حضرتك. أهلا بيك. عايز أسألك في البداية عن ملاحظاتك الرقمية الخاصة بمباراة الأمس ما بين الأهلي والوداد عقب تأهل الأهلي للنهائي. هو في الحقيقة في ملاحظات كتير، بس أنا خليني أحط لك مقارنة صغيرة كده ما بين الأهلي موسيماني وبايلر من خلال الأرقام. امبارح في مباراة امبارح بالذات الاهلي كان نسبه او الوقت اللي بيحتاجه عشان يسترجع الكوره تاني كان في متوسط حوالي 20 ثانيه. كويس؟ في اخر اربع مباريات مع موسيماني كانوا من 20 ل 56 ثانيه علشان يقدر يسترجع الكوره ويسيطر عليها تاني. الموضوع ده مع فايلر كان بيمتد لدقيقتين او ثلاث دقائق. وده يفسر لك الضغط بتاع موسيماني او الضغط او طريقه لعبه يعني المختلفه. كويس، لان هو بيضغط ضغط عالي. تمام، الضغط العالي دوت بيولد حاجات ثانيه كمان، يعني ممكن تلاحظ حاجات مختلفه كمان. يعني مثلا امبارح مثلا ظاهره يعني فريده شويه، الشناوي هو اكثر لاعب استقبل كرات مشتته من دفاع ووسط الوداد. وده ناتج عن الضغط برضه من لعيبه الاهلي. بالظبط كده. كويس، دي ده الكلام ده الداتا اللي بتقوله لي انا، ممكن ما اتفرجش على الماتش كله. كويس، سرعه الريتم مع موسيماني اعلى بكتير جدا، وهديك بقى شويه امثله فيها ارقام. اتفضل. سرعه الريتم مع موسيماني عاليه جدا، يعني مثلا عدد الباص من لمسه واحده ارتفع بشكل كبير جدا ولفت النظر مع موسيماني. اقول لحضرتك بقى مثلا السوليه مثلا عمل امبارح 57 باص، منهم 22 باص من لمسه واحده. كويس، ديانج عمل 59 منهم 29 باص من لمسه واحده. أفشا عمل 58 باص منهم 28 من لمسه واحده، وده يعكس ويفسر ليه اداء الاهلي اصبح اسرع مع موسيماني عن بايلر. الخلاصه يعني اللي انا عايز اقولها ان وسط الاهلي هو سر سرعه ادائه وسيطرته المستمره خلال المباراه، والثلاثي بالذات ديانج الثلاثي أفشا هو اللي بيقدر ينفذ الاداء ده بالنسبه لدارين بيستو، يعني هو بيقول وهم اللي بيقدروا يتحكموا في رتم لعب النادي الاهلي. اكيد طبعا هم المحرك الاساسي لاداء النادي الاهلي. دي حاجة إيجابية في الحقيقة، ويعني الفترة اللي فاتت هم ماشيين بشكل ممتاز وإن شاء الله يستمروا على كده. بس السؤال اللي عايز أسأله لك برضه يا باشمهندس هو أهمية الداتا وتحليلها في كرة القدم من وجهة نظرك يعني. الداتا النهارده في الكرة الحديثة هي قاعدة مثلث صنع القرار في كرة القدم. أهم أضلاع صنع القرار في كرة القدم. يعني النهارده انت مثلا انا دلوقتي ممكن ما اتفرجش على الماتش كله، لكن انا ممكن ارسم صوره ذهنيه في دماغي انا عن المباراه من خلال قراءتي للارقام. الارقام كمان لما بتوصلك ممكن تحللها بطريقه مختلفه. يعني انت لازم تفهم الارقام ديت وتحولها من بيانات الى معلومات. والمعلومات دي تستخدمها لبناء مثلا خطتك للمباراه اللي جايه. الداتا كمان ما فيهاش اختلاف، يعني انا وانت ما ينفعش نختلف في الداتا لان دي فاكت. دي حاجات ما ينفعش انا وانت نختلف فيها، احنا ممكن نختلف مثلا في تحليل اداء لاعب. بالظبط، لكن الارقام خلاص دي ارقام، يعني هي بتتكلم عن نفسها. بالظبط، الارقام لا تكذب، بتديك الحقيقه المجرده لاي مباراه او اي اداء للاعب. وبتستخدم بقى في حاجات كتير، يعني انت ممكن تستخدم الداتا علشان تقدر ان انت تشتري لاعب او تقارن اللعيبه بتاعتك داخل الفرقه بتاعتك مع اللعيبه الثانيه، او انت مثلا داخل سوق انتقالات فعندك مثلا بروسس معين كده بتعمله جوه النادي علشان تقدر تحدد، واحد تحدد احتياجاتك، ثانيا تحدد اللاعبين اللي انت مش هتحتاجهم، ثالثا تحدد انت اي سوق انت هتروح تشتري منه. بالظبط. طيب، ورابعا كمان اكبر او اكثر
يعني هيبقى في كل الاحوال يا باشمهندس بقت عنصر اساسي في كره القدم دلوقتي التحاليل الرقميه، وده امر مهم جدا. مهندس سيد فاروق انا بشكرك شكرا جزيلا طبعا، المستشار التقني السابق لمانشستر يونايتد، وكان معانا عبر سكايب بيتكلم معانا في بعض الامور التحليليه والتحليل الرقمي تحديدا بخصوص مباراه الامس ما بين الاهلي والوداد واللي نتج عنها تاهل النادي الاهلي للمباراه النهائيه من بطوله دوري ابطال افريقيا.